الله على صوت الأمطار، يا سلام بالله سامعين الأصوات. أوف الأمطار ما قدرت تجي إلا اليوم عشان عيد ميلادي، شكلها ما تبغاني أحتفل عشانك. بس الأمطار يعني مثلا يا رب إنها الأمطار توقف دحين، يا رب كيف أحتفل اليوم بعيد ميلادي؟ خالاتي كلهم منتظرين في بيت جدة، بروح أحتفل. والله إنه عقلك صغير يا زيزو، بالله عشان الأمطار إيش عيد ميلاد؟ اساسا انا ما قلت لكم هذه الاشياء، خلاص بطلوا منها. انت ما تسمعي كلامهم زيزو صح؟ ما قلت لك بطلوا من هذه الحركات عيد ميلاد وهذه الاشياء، عشان انا ما ابغى هذا الشيء تروح تسويه هناك في بيت امك. انا قلت لكم خلاص ما عاد تسووا هذه الاشياء. والله انا ماني دخل، خالاتها اللي بيسووا لها. طيب خالاتي قالوا بيحتفلوا بي. يا ربي منك يا زيزو، خلاص كان تسكتي، المفروض ما تتكلمي هنا في ابوك. سامعك سامعك انا سامعك. اوف يا الله، انتوا تحملون ذنوب كثيرة في الحياة، ولا افكيدة كمان الامطار هذه اللي ما بتنزل عندنا الا من فين وفين بسبب ذنوبكم هذه. ايش عيد ميلاد وهذه الاشياء كلها؟ ما تجوز، ما في الا عيدين، عيد الاضحى وعيد الفطر، بلا عيد ميلاد بلا كلام فاضي. فاهمة انت يا زيزو؟ فاهمة، حفظت الدرس خلاص يا بابا اللي كل مرة تقوله. اوف بدي اطلع برا. بنت تعالي، ما راح تطلعي ولا مكان. اقول امشي اجلسي هنا، دحين بكره تجيك زكمه كحه تعدي البيت، اللي تعدي في البيت كلهم صح؟ لا لا يا ماما، ما عليك ما عليك، اجلس في غرفتي ما راح اعدي احد. خلاص امي قالت لك لا، اسمع الكلام يا زيزو واجلسي. يا ربي انا اقول خلينا نطلع فوق احسن لي واريح. استغفر الله العظيم. بس الامطار مره حلوه هنا يا ماما، يا سلام يا رب تكتر الأمطار يا رب، عشان زيزو ما تعمل عيد ميلاد ولا شيء. يا رب الأمطار تصير غزيرة مرة، وعشان زيزو ما تسوي لها عيد ميلاد ولا شيء. يا رب كثر كثر الأمطار يا رب، عشان ما نسوي عيد ميلاد زيزو. لا عيد ميلاد تبي تسوي لي ولا تبغيني أطلع برا؟ يعني أنت إيش تبغيني أسوي؟ يعني إيش أجلس أسوي أنا كده يا ماما؟ ما تطلعي برا، عندك جوالك عندك التلفزيون، شغلي اي شيء. ولا اقول لك قومي اتوضي وصلي وادعي، خلي ربي يبارك لك ويرزقك وينجحك في دراستك، احسن لك من هذه الاشياء اللي قاعد تسويها. طيب دحين اروح اتوضى واصلي وادعي ان شاء الله، ان شاء الله توقف الامطار عشان نروح بيت جده ونحتفل بعيد ميلاد. لا حول ولا قوه الا بالله يا زيزو. بس خلاص قلت لك انسى عيد الميلاد، خلاص اليوم ما في عيد ميلاد اصلا. يا ربي يا رب توقف الأمطار، يا رب يا رب توقف الأمطار يا رب، عشان نروح بيت جدة. خلينا نطلع غرفتي أحسن لي وأصلي. يلا يا غزولة حبيبتي أجلسي هنا، خليني أنا أصلي شوية وخليني أدعي شوية. خليني أروح أدعي، هذا الوقت ربي بيستجيب الدعاء. خليني أتوضأ وأصلي أنا أحسن. أخيرا ماما ما هي فيه، اوه بسرعة خليني اروح اشوف الامطار كيف. واو شوفوا كيف الامطار. انت دحين ايش خرجك؟ ايش خرجك؟ ماما مو قالت لك لا تخرجي؟ مالك دخل انت ليش هنا؟ ما شاء الله قاعد في الامطار مبسوط، خليني انا كمان انبسط. انا قاعد ادعي هنا ربنا، اقول يا رب الامطار تصير غزيرة وما توقف، عشان انت ما تروح تسوي لا عيد ميلاد ولا شيء. اعوذ بالله منك حسودي، وجع انقلع. يا رب توقف الأمطار يا رب، عشان أسوي عيد ميلادي يا رب، عشان بابا يودينا بيت جدة يا رب. يا رب ما توقف الأمطار أصلا. أنا دحين أروح أقول لماما أنت طلعتي برا. ماما ماما تعالي شوفي زيزو طلعت. ماما فين ماما؟ ماما 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 تعالي شوفي زيزو. ماما ماما زيزو طلعت على المطر، والله تعالي شوفيها. يا ربي من هذه البنت ما تسمع الكلام مرة. أنا ما قلت لها كيفها إذا مرضت؟ أنا ما دخلني والله، كيف أخليها يا مازن؟ أنت روح أنت خلاص على غرفتك. ماما أنا كمان بقعد في المطر شوية. خلاص يكفي يا مازن، من أول أنت على المطر خلاص يكفيك كذا. ماما أنا كمان بلعب شوية، مو زيزو قاعدة تلعب كمان. هي ما تسمع الكلام، حتمرض بكرة، الجو تغير عليها وتتعب. ماما إن شاء الله قولي المطر ما توقف عشان زيزو ما تسوي حفلة، ان شاء الله ما توقف. انا كمان ما ابغى اسوي لا حفله ولا شيء. اوه احسن، يا رب ما توقف المطر. بالله شايفين كيف حظي؟ الامطار ما هي راضيه توقف ولا شيء، ومستحيل بابا يجيبنا في هذه الاجواء. كيف يعني الحين راح تسوي لي عيد ميلادي؟
ما ادري والله، انا بس المهم انه ابغى اسوي لي عيد ميلادي. يا ربي اليوم كله راح بس امطار 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 امطار. خلاص اتكنسل يعني عيد ميلادي ولا ايش؟ انا ماني فاهمة، ما ادري والله. المهم قولي لامك لا تنسى، خليهم يجهزوا عيد ميلادي الاسبوع الجاي ان شاء الله. يلا باي. طبعا زيزو كالعادة كل يوم اخر واحدة تصلي الفجر، ما ادري متى تقوم تصل. يا ويلي زيزو زيزو، شفتي انا ما قلت لك لا تطلعي في الامطار؟ يا ربي خليني اشوف درجة حرارتها مرتفعة مرة. زيزو ايش بك حبيبي؟ ايش بك؟ بسم الله ايش بك يا حبيبي؟ ماما ماما، طول الليل ما قدرت انا بس ما قدرت اصحيكي. بسم الله يا زيزو. يا ربي فين ابوك؟ خلينا نوديك المستشفى. انتي ما تسمع الكلام، انا قلت لك لا تطلع، الاجواء تتغير دحين، انت حتتعبي. بس انتي مره ما تسمع الكلام يا زيزو، لا حول ولا قوه الا بالله. يلا قومي بدري بسرعه. يا ربي لا تخافوا، بس مرة درجة حرارتها ارتفعت لأنها ما أخذت مسكنات وإنفلونزا عندها مرة حتى، فاليوم راح تنام هنا في المستشفى. طيب شكرا يا دكتورة، خلاص بس اليوم راح تقعد عندنا لازم تحت هذا إشرافي، ونشوف كيف ألين بكرة إن شاء الله. إذا تحسنت راح نطلع، لأنه مرة درجة حرارتها مرتفعة. يعطيك العافية دكتورة، شفتي كيف انتي ما تسمعي كلام أمك؟ دايما هي أمك تكلمك وانتي ما تسمعي الكلام. خلاص قالت لك لا تطلعي للأمطار، طلعتي وهو دحين ايش استفدتي؟ ماما عندي سؤال، ايش بك يا بنتي؟ هو انتي اتحجبتي خلاص ولا ايش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. جي ايه ولا في ايه زيزو؟ خلاص يكفي من جد يا زيزو، انت في ايه ولا في ايه؟ ماما ارتاحي ارتاحي ايش لك صلاح؟ انت امك اتحجبت ولا لا؟ انت نامي دحين وخلينا نطمن عليكي. ماما نروح نكلم زيزو ولا نروح لها المستشفى ولا نروح لها البيت؟ خالتي قالت بكرة بيخرجوا من المستشفى ونروح نسلم عليها. طيب يا ماما ناخد لها كيكة، ايش رايك؟ صح والله فكرة، خلاص ناخد لها كيكة نحمد لها على السلامة، ويصير خلاص هذه الكيكة تعتبر خلاص كيكة عيد ميلادها. ما قدرنا نسوي لها عيد ميلادها، كانت الأجواء مرة متغيرة. أيوة مرة زعلانة، كلمتني بالجوال مرة كانت زعلانة إنه ما عملنا لها الحفلة. يوه يلا خيرة إن شاء الله بكرة نروح لها ونودي كيكة معانا. زيزو سمعتي انها تعبانة مريضة اليوم؟ امها كذا قالت. ايوه ماما، امس هي كانت لما كنت بكلمها قاعدة تقولي هي حاسة بسخونة وكذا. الله يهديها. طيب ليش ما قالت لامها؟ كان امها ودتها المستشفى من بدري وما صار فيها كذا، مرة سخنت درجة حرارتها مرة ارتفعت. ايوه قالوا يمكن عندها انفلونزا وكذا، الله يشفيها ويرفع عنها. ماما ايش رايك بكره نروح لها وناخذ لها كيكه؟ عشان ما ودينا لها كيكه عيد ميلادها. اوه اول مره تفكر صح، والله فكرتك حلوه. خلاص بكره نروح نسلم عليها ونودي لها الكيكه مره واحده حقت عيد ميلادها، اكيد زعلانه ومعصبه. ايوه ام مازن، الو يا ام مازن، هاي سويتوا مع زيزو؟ طمنيني ان شاء الله تحسنت. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا خلاص لما تخرج من المستشفى اجي اسلم عليها. سلمي عليها طمنيني عنها كمان، ان شاء الله تخرج بالسلامة. طيب ان شاء الله ان شاء الله. لا تنسوا كلموني قولوا لي ايش يصير معاكم. طيب يلا مع السلامة مع السلامة، الله يحفظكم يا ام مازن، مع السلامة. عليكم اهلا اختي، نورتي والله، تفضلوا. ايش التعب هذا؟ جبت خالة جبت كيكة لزيزو عشان عيد ميلادها، ما جبنا لها كيكة وما احتفلنا فجبنا لها هذه الكيكة. حياكم وتفضلوا، بس ايش التعب هذا؟ زيزو زيزو ايش بك كذا لونك قلب لون ازرق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايش بك حبيبي؟ انت اللي دحين تعبانة؟ ايوه الدكتورة قالت لازم ارتاح كمان شوية. اوه سلامتك، تعالي تعالي هنا جنبي لا تعديكي. ايوه روحي روحي بعيد عشان لا اعديكي. هذه الكيكة لك يا زيزو، يا جبتولك كيكة عيد ميلادي، شكرا خالة.
نورت ونورت بيتي، بس ايش التعب هذا؟ كل واحدة منكم جايبة كيك، كيكة لزيزو، ليش هذا كله؟ والله قلنا عيد ميلادها ما سويناه، قلنا خلينا نجيب لها هدية مفاجأة شوية نفرحها بعد المرض اللي مرضته، سلامتها ما تشوف شر. الله يسلمك، حياكم، تفضل. سلامات، ايش بلونك كذا؟ لا تقربي مني، انا تعبانة لا عديكي. سلامات يا زيزو، شوفي جبنا لك كيكة. انتوا كمان جبتوا لها كيكة، نحن كمان جبنا لها. بالله عليكم، كيف حالكم يا صغار؟ يا حلو التوائم، يا حلوهم، الله يحفظكم. وعليكم السلام جدة، كيف حالك انتي؟ انا طيبة. اهلين امي، ماما ايش هذا التعب؟ ليش هذا كله؟ فينها حفيدتي الحلوة؟ بسم الله عليها، فينها؟ جوا يا ماما، ادخلي ادخلي. فين حفيدتي الحلوة؟ هي هنا. بسم الله، ايش بلونها كده صارت كأنها شبح؟ امي ماما دحين تعصب وتزعل. سلامتك حفيدتي الحلوة. واو جد جبتي لي كيكة؟ زيزو بعد من جنبي، يا ربي مو لهذه الدرجة ترى مرة. سلامتك حفيدتي، كلي زي الناس عشان تتعافي. ها شكرا شكرا جدا على الكيكة، العفو، تستاهلي أكتر من كده. سلامتك سلامتك، ماما بعد من جنبها عشان لا تعديكي. ما عليك ما عليك، أنا عندي خلطات دحين أشرب وأتعافى. أنتم اللي مساكين ما تحبوا الخلطات والأعشاب، تقعدوا وجعانين خلاص.